الجمعة 23/12/2011. نحن في بلد حر، كل واحد ليه رأيه الخاص، بيطلع في أي ميدان هو عايزه يقول رأيه بكل حرية. ابتدت النبرات في الشوارع، ابتدينا نبتدي نقول ونرجع تاني، هو أنت مع ميدان التحرير ولا ميدان العباسية؟ هو أنت مع ميدان العباسية ولا ميدان التحرير؟ أنا هنا النهاردة زمايلي في الاستوديو يعني بيقول لك أنت هنا ولا هنا؟ فأتمنى إن كل مصري يقول أنا مع مصر ومصلحة مصر، بغض النظر عن رأيك في العباسية ولا رأيك في ميدان التحرير. يهمك مصلحة بلدك إنها تتقدم لقدام. فقرة الصحافة بنبتديها مع الأستاذ أحمد سابي، متولي الصحفي بجريدة الأهرام. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، أهلا بيك. منورنا يا باشا. ممكن نبقى فرنسيس يعني بين الاثنين. ممكن نبقى فرنسيس أو يعني ممكن العتبة، برضو العتبة الخضراء لطيفة يعني مش وحشة. عندنا النهاردة 9 أخبار نقيناهم من جريدة الأخبار صفحة أولى: تقدم الحرية والعدالة في الإعادة بالمرحلة الثانية والنتائج النهائية غدا. الأهرام صفحة أولى: الجنزوري يدعو القوى السياسية للحوار حول الأزمة الاقتصادية والأحداث الجارية. الأهرام صفحة أولى: العودة إلى الميادين، استمرار الحشد للرد الشرف، والإخوان يقاطعون، والجماعة الإسلامية تهدد. المصري اليوم صفحة 3: شفيق، أنا والعسكري حبايب، ومن حق المصريين يأكلوا فيش اند شيبس بدلا من الفول والطعمية. فيش اند شيبس حضراتكم اللي هو السمك والبطاطس المحمرة. الأخبار صفحة أولى: مبارك يعود إلى القفص الأربعاء القادم والجلسات يومية. الشروق صفحة أولى: المرشد، رئيس مصر يجب أن يكون توافقيا، وعلى الجيش والشرطة والقضاء تطهير أنفسهم. الأخبار صفحة أولى: الطب الشرعي، 13 شهيد ماتوا بطلقات من مسافة قريبة. الأهرام صفحة 2: أبو مازن يوجه الشكر للمجلس العسكري والحكومة المصرية على دعم الشعب الفلسطيني. الأهرام صفحة 2: 15 اتهاما تواجهه علاء عبد الفتاح، أبرزها القتل العمد. أو 15 اتهاما تواجه علاء عبد الفتاح، أبرزها القتل العمد. أستاذ أحمد، أول خبر معانا النهاردة: الحرية والعدالة كالعادة في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، اكتساح تقريبا، عدد كبير جدا من الأصوات رايحة للحرية والعدالة، ثم السلفيين، ثم عدد كبير من بقى بعد كده الوفد مش شايفين حاجة خالص يعني. النتائج تقريبا، المؤشرات النهائية تقريبا طلعت الصبح، مش شايفين أي حاجة خالص. يمكن الوفد مقعد، الكتلة مقعد، حاجات يعني ما تبشرش بأي حاجة للتيارات الليبرالية. نعم. في المرحلة الثانية، يمكن المرحلة الأولى كانوا يعني لو جابوا 25% أو 20%، دي كانت طفرة يعني تعتبر. لكن أفهمت. المرحلة الثانية من واضح إن بالنسبة للانتخابات الفردي ما حققوش أي حاجة خالص، والفلول كذلك برضه تقريبا ما حققوش أي حاجة خالص. كان متوقع إنهم ياخدوا بعض المقاعد في الشرقية، بعض المقاعد في سوهاج أو نعم. كده. دكتور علي صلحي الوزير السابق سقط بالأمس يعني، وبعدين هيمنة كاملة للحرية والعدالة والنور يعني كل منافسه يعني حتى اللي مدعومين من الحريه والعداله مثلا زي دكتور عبد المنعم الصاوي نعم. برضو كسب. استاذ احمد، على فكره احنا كاميرا نهارك سعيد دايما بتنزل يوم الجمعه وبتشوف اراء الشارع بيتكلموا في ايه. تيجي نروح نشوف الناس في الشارع يعني قالوا ايه، نروح نشوف كاميرا نهارك سعيد والتقرير الخاص الشارع بيتكلم عن ايه، ونرجع تاني. واكتر خبر لفت نظر في الفتره الحاليه ديت اللي هو استخدام المجلس العسكري للعنف مع المتظاهرين بعد حريق القصر العيني والاحداث اللي بتحصل دي. انخفاض البورصه، الاحداث الداميه عند مجلس الشعب، المجلس العسكري بيعتذر لنساء مصر، حرق المجمع العلمي، وطبعا المتظاهرين الموجودين قدام مجلس الوزراء. هو حريق المجمع العلمي، حريق المجمع العلمي يعتبر يعني كارثه لمصر. اكتر خبر هو حريق المجمع العلمي، المجمع العلمي دي قيمة علمية لمصر وللعالم كله. خبر فظيع جدا اللي هو حرق المجمع العلمي، أحداث القصر العيني اللي حصلت، وطبعا خروج الناتو من العراق، والفرز طبعا من الإخوان والسلفيين، وموضوع تثبيت العاملين في الدولة بالنسبة للبطالة الموجودة في البلد. اعتذار المجلس العسكري للنساء مصر. النساء مصر احنا غاليين قوي عندنا قوي، وهم يمثلوا نص المجتمع، فصعب قوي ان يتهانوا.
واضح من التقرير ان الناس يعني زي ما كانت مهتمية قوي بالانتخابات زي ما بقتش منتهمية يعني مهتمية قوي بالانتخابات دلوقتي في الفترة اللي حصلت في الكام يوم اللي فاتوا دول، مشاكل اللي حصلت في ميدان التحرير والمشاكل اللي حصلت قدام رئاسة الوزراء ونسوا الانتخابات. وحصل برضه ايام محمد محمود كانت قبل الانتخابات باسبوع المرحله الاولى والناس نسيت والناس ما استعدتش وفي ناس وقفت البرامج بتاعتها والحملات بتاعتها خالص وفوجئنا بعد بكره الانتخابات يلا. نفس ده اللي حصل في المرحله الثانيه، يمكن جه مصلحه ناس برضه مصلحه قوم عند قوم. يعني هي واضح جدا الحريه والعداله وحزب النور مركزين في الاتجاه اللي هم عاملينه وغير كده بيني وبينك برضو مش مشاكات مركزين، الناس عايزاهم يعني الشعب بينزل ينتخب ونحترم آراء الشعب طبعا. الأهرام صفحوا لك جنزوري يدعو القوى السياسية للحوار حول الأزمة الاقتصادية والأحداث الجارية. الراجل كان متأثر امبارح قوي في المؤتمر الصحفي اللي عقده ويعني يحذر ان الاقتصاد بينهار، احنا في مراحل داخلين في مراحل يعني سوداء يعني. كان خطاب سوداوي قوي وقال ان كل الناس انصرفت من حوالينا، المجموعات الاوروبيه والجي 8 والحاجات اللي بنسمع عنها دي كلها كانت هتتمولنا وصندوق النقل كله توقف لما لقى الاضطرابات اللي عندنا. حتى دول الخليج برضو ما جالناش منها غير مليار دولار، ودي كمان اللي جالنا يمكن مش منحه، اللي جالنا ده قرض قرض ميسر شويه. يعني العمليه 9 مليارات هربوا من الاستثمارات، ولا استثمارات صفر، متوقع ان الصفر المعدل النمو هيبقى صفر السنه الجايه. فطبعا الراجل شرح الوضع وكان بيقول انا كنت نفسي اطلع اقول حاجه كويسه لكن مش عارف يعني، واتكلم طبعا عن اللي حرق المجمع العلمي وهو بيرقص. فكان الراجل كان متاثر جدا و يعني شايف ان تاثيره دوت برده من الناس مش عايزاه يشتغل. يعني انا حاسس بالنبره دي، طب انا هعمل يعني انا جاي اصلح ومحدش عايزني ابتدي حتى الاصلاح وانا داخل ما دخلش مكتبه لسه في مجلس الوزراء. فالمؤتمر الصحفي ما كانش يعني مبشر باي شيء خالص. والمؤتمر الصحفي اللي قبليه على طول الخاص بالمجلس العسكري كان بيوجه اتهامات كبيره جدا، او مش مؤتمر الصحفي بس، ده هو في كمان يعني على صفحتهم على الفيسبوك او على الصفحه الخاصه بالقوات المسلحه حذر تحذير شديد جدا بانه في مخطط جاي من بره او مخطط من بره بايادي مصريه رقم 92 للاسرار الناس كلها، ويعني خبرين ورا بعض والناس مش مصدقه. ما للاسف الناس مش مصدقه البيان 92 دوت، وكل بيقول احنا بنهول من الموضوع ومفيش حاجه زي كده، ده معمول للتخويف وكده. يعني معرفش، طب يعني نستنى يعني 25 لما البلد تقع ونشوف ولا ايه؟ انا رايي الشخصي انه يعني اوكي كويس ان احنا في شفافيه وان احنا بنقول بكل صراحه ايه المشكله اللي عندنا بغض النظر الناس صدقت ولا ما صدقتش، لكن ادونا الدليل اكتر. يعني خلونا نفهم اكتر، نفهم اكتر الازمه الاقتصاديه، نفهم اكتر على اساس ان احنا نبتدي نتكلم بجد بقى، نبتدي ان احنا لازم نبقى في ايد واحده كلنا عشان نعرف نلحق بلدنا، لان احنا كده مش هنعرف ناكل. بالنسبه للتحقيقات الثانيه اللي هي خاصه بالفلوس اللي جايه من بره عشان تخرب في مصر، التحقيقات توصلنا الاسامي عشان بس نبقى الناس اللي هي مش مصدقه على الاقل تصدق او تفهم اكتر. هو منتظرين مش قادرين يعلنوا طبعا دلوقتي، لان ممكن اعلان في فتره التحقيق دي ممكن تبوظ كل حاجه. الأهرام صفحة أولى، العودة إلى الميادين، استمرار الحشد لرد الشرف، والإخوان يقاطعون، والجماعة الإسلامية تهدد. اللي هي برضو تحرير ولا عباسية. جمعة رد الشرف لحرائر مصر دي النهاردة نازلين علشان ما يسمى بانتهاكات القوات المسلحة. اللي أنا شايف إن هي انتهاكات كانت فردية، يعني ممكن تكون فردية، ممكن ما تمثلش يعني الخطاب بتاع القوات المسلحة نفسه خالص، وفي تحقيقات هتجرى عنها، لكن هي عممت قوي بشكل ان القوات المسلحه بقت تضرب في الشعب. وده اخطر شيء. انا كنت لسه بسمع اللي هو سامح سيف اليزر الخبير الاستراتيجي من كام يوم، وقال لك عشان تسقط اي دوله في ثلاث حاجات، وانا شايف ان الثلاث حاجات دول متحققين في مصر دلوقتي. يعني ده قال لك واحده منهم تسقط الدوله، ثلاث حاجات ما شاء الله يعني مصر للاسف ده صحيح حققت فيها تقريبا كلها: الصدام بين الجيش والشعب، الفتنه الطائفيه، الفتن الاهليه. نعم، واحنا يعني الاهليه شغاله والطائفيه شغاله والصدام بين الجيش شغال. فالناحيه الثانيه العباسيه برضو الاغلبيه الصامته، يعني يسموا الكتله الصامته،
هتنزل برضو النهاردة الميدان يمكن لتالت مرة، توقفت هي الأسبوع الماضي. يعني أنا متوقع أن الأعداد هتكون متقاربة هنا أو هنا في حدود مثلا 30,000 في الحدود ديت. مش كل الناس هتنزل طبعا، في ناس متخوفة من أي احتكاكات أو كده. الإخوان مقطعين التحرير طبعا، كان كل دعوات على التحرير، إخوان السلفيين والجماعة الإسلامية. والجماعة الإسلامية بتهدد، هددت قالت لو ما تمش الاستقرار والناس اللي واقفة في التحرير بعد الانتخابات ما تتم ولسه موجودين في التحرير وفي عمال تخريب، معنى كلامهم احنا هننزل نكنس الميدان بايه؟ بانفسنا. طبعا تصريح فيه شويه نبض التطرف بنفس اللفظ ده، يقنصوا الميدان. يعني هنشيل الناس دي يعني. فبرضه بقول لك يعني ده الخوف، كل الخوف، فتنه طائفيه، فتنه اهليه. فربنا يستر بس. عشان كده انا حضرتك في اول الفقره قلت ان انا يعني اتمنى ان كل مصري يبقى حاطط في مخه مصلحه مصر فين، بغض النظر عن اختلاف الاراء. مش يعني مش لانه يعني نتمنى انه ما يحصلش اي صدام من اي نوع ما بين اي راي والاخر، هو ده المهم. ونريح جمعه كده يعني، جمعه بس الواحد يقعد في بيته كده يستريح. لا، والمجلس العسكري لسه من يومين بيقول لك 23 الشهر الجاي اللي هو يناير ده المفروض اول اجتماع بقى مجلس الشعب والعمليه والدور. بالظبط. يعني مش عارفين نصبر شويه، مش عاجب بعض الناس قال لك التاريخ دوت قاصدينه علشان تبوظ الليله بتاعت يوم 25. نعم. المصري اليوم صفحة 3، شفيق أنا والعسكري حبايب، ومن حق المصريين يأكلوا فيش أند شيبس بدلا من الفول والطعمية. هو بيقول أنا وعسكري حبايب، أنا طبعا رجل عسكري قديم، لكن هو في نفس الوقت قال أنا مش مرشح المؤسسة العسكرية عشان أنا مش محسوب على المرشح كمرشح للرئاسة. وده برضو تصريح كويس، بيبعد الشبهة عن نفسه أن القوات المسلحة تكون هي اللي زقاه للترشح. من حق المصريين يأكلوا فيش أند شيبس، هو بيقول أن دي الوجبة الشعبية في بريطانيا. نعم. ويعني فعايز طبعا يحسن، وهو راجل بيتكلم باسلوبه اللي شفناه قبل كده، الشيك والبلوفر والحاجات ديت. فطبعا هيتسير ديت طبعا. تاني انا متوقع ان منتديات الفيسبوك هتمسك في حته الفيشن شيبس دي قوي ويقعدوا يعلقوا عليها طبعا. نسينا ان في محاكمات خاصه بالنظام السابق. الاخبار صفحه اولى، مبارك يعود الى القفص الاربعاء القادم والجلسات يوميه. اخيرا بعد ما تعطلنا في مساله الرد المحكمه، محامي قام رد المحكمة، وبعد كده جه يرد المحكمة، جه يعمل محكمة تانية، عمل مخاصمة للقاضي اللي هيجيب المحكمة التانية. قعدنا فيها 3-4 شهور. الناس منتظرة متشوقة لهذه الجلسات يعني. نعم. كثير من اللي بينزلوا الميادين أو بمعنى صح ميدان التحرير ومجلس الوزراء، تلاقي في ناس عمالة تتكلم في الشارع إنه يا جماعة إحنا بقالنا سنة دلوقتي مر من 25 يناير ولحد دلوقتي مفيش أي يعني محاكمات انتهت من محاكمة كذا أو محاكمة طبعا. مين أو محاكمة يعني دي إجراءات. ده من ضمن الحاجات والمطالب اللي بيقولها ميدان التحرير. دي إجراءات ومحدش ليه ذنب فيها طبعا. المحامي الأول اللي عمل العطل الموضوع دوت ده أصلا محامي الحق المدني للشهداء. يعني 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 ضد مبارك، فهو عطل يعني، هو اللي عطل، مش حد مثلا من المحامين بتوع المتهمين. نعم. خالص. والإجراءات، وبعدين لو ما اتبعناش الإجراءات ديت ممكن حد يطعن فيها، المتهمين يطعنوا فيها لو طلعوا لو أدينوا، وممكن يطلعوا براءة، ياخدوا براءة ان الإجراءات مش سليمة. فلازم الشعب لازم يعرف ان في إجراءات، حاجة اسمها قانون الإجراءات. الإجراءات ده لو في ثغرة في قانون الإجراءات قبل كده ممكن متهم مدان يطلع بريء بعد كده.